يا شيخنا الكريم هذا السائل يقول لقد ذهبت لجدة لعمل ما وقد وصاني أحد آآ آآ أن أخذ عمره ودخلت العمر الحرم ولم أعتمر فماذا في حقي إذا كان وصاك أن تعتمر من جدة أهم هو من الجدة جدة ووصاك أن تعتمر عنه فيلزمك الإحرام من جدة لأن هي ميقاتك في هذه الحالة اذا دخلت ولا ولم تحرم الا من داخل الحرم يكون عليك فديه والعمره صحيحه والحمد لله نعم